بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ مكملين مع بعض بقيه فيديوهات توتوريالز 101 ان ويندوز ازور اند ويب سيرفيس. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن ازاي اقدر اعمل داتابيز على سيكوال ازور، وازاي استدعيها جوه اس اس ام اس او مايكروسوفت سيكوال مانجمنت ستوديو، وازاي اقدر كمان اربطها بابلكيشن من خلال الادو او الانتيتي فريم ورك، وات ايفر كان التكنيك اللي هنستخدمه في الداتا اكسس بتاعنا. تعال نبدا على طول. هنفتح الاكونت بتاعنا، تمام؟ بما اني هعمل ستورج فبروح للتاب اللي اسمه سيكوال داتابيز، وابدا اقول له انا هكرييت ايه سيكوال سيرفر. خلي بالك لما بنيجي نعمل داتابيز، انت عندك امكانيه من انك تعمل داتابيز وتعمل سيرفر. يعني في خطوه او اوليه ان انا اعمل ايه سيرفرات. زي ما انت شايف كده، انا في عندي كذا سيرفر. تعال ندلت السيرفرات دي، هجيب بس النيم بتاع كل واحد منهم، او ممكن ان احنا نحاول نكتبه بسرعه. هو كي دي، هو طبعا ده اسم السيرفر، اس 8 كي دي 3 دي ام تي. هبدا اقول له اوكي. المفترض ان هو بيعمل لي ديليت للسيرفر الاولاني. هبدأ أدلت السيرفر التاني. المفروض إن أنا يعني ده حاجات أنا كنت عاملها 0 بي 0 بي واي كي 094. الفكرة كلها يا شباب إن أنا عايز أبدأ معاك الموضوع فروم سكراتش، مش عايز أي حاجة تبقى ملخبطان. طيب أنا دلوقتي المفروض إن أنا لما باجي أشتغل على سيكوال سيرفر، بجيب سيكوال سيرفر أز أبلكيشن وأبدأ أسطبه على المكنة بتاعتي، تمام؟ وبعد كده بكرييت من خلاله الداتابيز بتاعتي زي كده مثلا، عشان بس نوضح الفكره. مفترض ان انا هفتح اس اس ام اس سيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو، وهبدا من خلاله اكونكت على السيرفر اللي انا عامله، اللي هو تقريبا هيكون اللوكال، يعني لسه ما طلعتش بره او ما اشتغلتش كلاود. فانا هشتغل على اللوكال. اللوكال هيديني امكانيه ان انا اكريت داتابيز. من خلال كرياتة الداتابيز بتاعتي اقدر بعد كده ان اشتغل على الداتابيز جوه ابلكيشن. طيب انا عملت كونكت بدوت، فبدا يفتح لي مجموعه الداتابيز بتاعتي. طيب بنفس الكيفيه دي، انا لو احتجت اني اعمل داتابيز بنفس الشكل ده بس على الكلاود، فانا في عندي امكانيه ان كرييت سيرفر واحط عليه داتابيز. طب افرض ان انا نسيت فكره ان انا كرييت سيرفر، هو لوحده مجرد ما اقول له كرييت داتابيز فهيبدا يسالني انت عايز تسمي الداتابيز بتاعتك ايه؟ فقلت له سمارت اب دي بي. حلو كده؟ فبدا يقول لي السبسكريبشن بتاعي هي هتبقى ستاندر، تمام؟ ماشي، هي هتبقى ستاندر. وبعد كده بيبدا يقول لي ايه الكريدت اللي المفروض ان انت ايه بتحتاجه، تمام؟ او ممكن تدخل على السيرفر بتاعك البرفورمانس بتاعك ليفل بيكون ازاي. انا هسيبه ديفولت، لان طبعا اي حاجه من دي معناها ان انا بدفع فيزز. طيب بعد كده بيقول لي الماكس لينس، يعني اكبر قيمه بالنسبه للداتابيز بتاعتك 250 جيجا بايت. وبعد كده بيكلمني عن الكوليكشنز او دعم للغات الاخرى، هو هيتعامل باللغه اللاتينيه وبيدعم الاي اس او اللغه العربيه. طيب بيقول لي تشويز مين سيرفر، فبقول له والله انا ما عنديش سيرفر، فممكن تعمل لي نيو سيرفر. يبقى انا ممكن ادمج الخطوه الاولى بتاعه كرياتة السيرفر وبعدين كرياتة الداتابيز في خطوه واحده. حتى عشان كده الويزر ده عباره عن وان ستيب فيز واحد. لما بقول له نيو سيكوال داتابيز، بص ايه اللي هيظهر في الجنب؟ ظهر لي مرحله رقم كام؟ رقم 2. 2 دي معناها روح يلا كريت الاول السيرفر بتاعك. فهو هنا بيقول لي سيكوال داتابيز سيرفر سيتنج، قول لي اللوج نيم اللي انت هتخش بيه. فانا قلت له انا هخش بلوج نيم اسمه سيد، الباسورد او اللوج باسورد فهتبقى اس كابيتال ات 1 2 3 4 5 6 واس كابيتال ات 1 2 3 4 5 6. طيب التخزين او الريجنز اللي احنا هنسجل فيه، طبعا احنا اتفقنا ان انا دايما كل شغلي على النورس اوروب. وبعد كده هبدا اقول له اوكي. لاحظ كده ان هو بيقول لي الاو ويندوز ازور سيرفيس تو اكسس ذا ايه ذا سيرفر، وكمان بيديني انيبل لاخر سيكوال داتابيز ابديتد على فيرجن 12. طيب ببدا اقول له نكست.
كده انا كريت الاثنين مع بعض. يعني انا فعليا لو دخلت على سيكوال على سيرفر، هلاقي في عندي سيرفر اسمه سمارت، او هو هيديله اسم لان انا ما حددتلوش اسم، هيديله اسم يعني جنريتد، تمام. وبعد كده بدأ يكريت عليه الداتابيز اللي اسمها سمارت اب دي بي، بسيبه خالص لحد اما يخلص العمليات بتاعه. طبعا هنا ده الديتيلز بتاعي، بيبدأ يقول لي انا بكريت نيو سيكوال داتابيز سيرفر، ومجرد ما هيخلص بكده هبقى انا ابروف ان ابدا اشتغل على الداتابيز دي. هو دلوقتي لحد دلوقتي بيقول لي كرييتد، اول ما تتغير كرييتد وتديني اونلاين ابدا اشتغل معاه. طبعا تحت هنا راح جاي قايل لي سكسفول كرييت سيرفر، سماه الاسم الجنريتد ده اي ان واي جي جي ار واي 8 اف 3. وبعد كده قال لي انت كمان بدات تكريت داتابيز بالستاندرايز اس 0، الداتابيز بتاعتك اسمها سمارت اب دي بي، موجوده على السيرفر اللي اسمه ده. طبعا بقول له اوكي. كده هو المفروض خلص لي. لو انا رجعت بقى عندي سيرفر هنا ومكتوب جنبه ريدي، واقدر اقاد طبعا او ديليت اي سيرفر زي ما اتفقنا. برجع تاني للداتابيز بلاقيها كرييتنج، خلاص كده الداتابيز بتاعتي اتكريت. طيب لما بضغط على هو لسه بيكريت الداتابيز بتاعنا. تعالى نتنقل لبرانش تاني ونرجع، لسه لحد دلوقتي مش شايف السينكرونايز، لازم تبقى كلمه اونلاين مكان كلمه كرييتد. تعالى اقول له اد سينكرونايز، لا مش عايز سينكرونايز دلوقتي، خلينا معاه لحد لما تبقى ديت ايه. اوكي تعالى نرجع لمين. انا لو قلت لك ان ده السيكوال العادي بتاعي اللوكال اللي موجود على الجهاز يعني السيرفر بتاعي، وعايز اكونكت على الويندوز ازور، اهم حاجه ان انت تدي ابروف للاي بي بتاعك انه ينفع يكونكت من خلال الجهاز بتاعك. ازاي؟ هنرجع تاني للويب سايت. اهو لسه ما ورينيش الداتا، بس انا هحاول ايه اني اعمل ريفرش للورق لان المفروض ان هي كده خلصت واداني سكسيدد. هعمل بس ريفرش للازور، ممكن تكون دي بس تهنيجه سريعه كده من النت بتاعي. فالمفترض لما هيفتح معايا دلوقتي هيقول لي بالفعل انت معاك اكونت في داتابيز وفي سيرفر بالمواصفات اللي انت انشاتها. هبدا اعمل الكونكت، بس لازم اخد اللينك اللي انا هشتغل عليه. هو طبعا احنا عارفين ويندوز دوت نت، داتا دوت ويندوز دوت نت هي المفتاح بتاعه ازور. هنشوفه دلوقتي اكتر. احنا على برانش الدي بي او الستور مع سيكوال. طبعا الحاجات دي كلها كنت ممكن اشتغل من خلال الوزر، اهي بدات تظهر الستاتس بتاعي كانت اونلاين، كانت في تهنيجه بس بسيطه كده. لو انا جيت هنا يا شباب وضغطت على نيو، في عندي داتا سيرفيس وفي عندك سيكوال داتابيز، وعندي طبعا الستور. الستور لسه هنتكلم عليها، الكيوب والبلوب والتيبل، لكن عندي انا هنا في السيكوال، وفي امكانيه ان انت تعمل امبورت لداتابيز موجوده عندك، امبورت سيفنج داتابيز فروم بلوب ستورد اكونت. يعني لو انت عامل حاجه بنظام البلوب في الستور ممكن ان انت تاخدها، سواء كانت بلوب تيبل كويك. هناخد الحاجات دي ان شاء الله وهنأصلها، بس الفكره كلها ان انا ممكن اعمل الكلام ده من خلال ان انا اقول له كويك فبيبدا يعمل لي كويك، او اني اكستمايز فاخش في الليفل اللي انا كنت شغال فيه. نرجع تاني كده، بقت اسمها اونلاين. في الحاله ديت لو انا وقفت هنا وضغطت بيبدا يدخلني على الداتابيز داشبورد، والداشبورد بتاع الداتابيز فيه اهم حاجه انا محتاجها وهي الكونكت مع السيرفر. يبقى انا بقول له اسم السيرفر. لو اتفقنا كده ان سيكوال كنت انت لازم تقول له اسم سيرفر وبعد كده بتفتحه. يعني لو انا قلت له هنا انا عايز اخش على لوكال، لوكال ده اللي هو المحلي اللي هو زي اللي مفتوح ده، وجيت هنا قلت له كونكت بدا يفتحه لي مره ثانيه، بس مره بدوت ومره بايه بلوكال. ماشي. انا بقى عايز افتح سيرفر كمان مره، بس هيكون من على الكلاود. من على الكلاود يعني هاخد الاسم ده. طبعا اسم السيرفر يهنيني دوت داتابيز دوت ويندوز دوت نت، فانا هاخد طبعا 113 او 1433 ده اسم البورت اللي ممكن تستخدمه. تعال نجرب كده ان احنا نكونكت وشوف ايه المشكله اللي هتطلع. الاول ببدا اقول له انا هخش على ده. طبعا ما ينفعش ويندوز اوثنتيكيشن، انت راجل هتشتغل على سيرفر ريال على كلاود، فما ينفعش تقول لي خش بالاوثنتيكيشن بتاع الويندوز، لازم تديني سيكوال سيرفر اوثنتيكيشنز، والاوثنتيكيشنز بتاع حضرتك هيكون اللي انت عملت بيه السيرفر. لو انت فاكره كان سيد اس كابيتال ايات 1 2 3 4 5 6، وابدا اعمل كونكت.
طيب هو كده هيتصل ولا مش هيتصل؟ تمام، لا ما اتصلش. ليه؟ قال لي ان الاي بي، بص كده للمسج دي، كلاينت ويز اي بي ادرس اللي هو مديني طبعا الاي بي اللي انا بكونكت منه، نوت الاو تو اكسس ذا ايه؟ ذا سيرفر. لا طب ما انا محتاج ادي بيرميشن للاي بي ده على السيرفر كمكنه انه ايه؟ يكونكت. طب هعمل دي ازاي؟ بسيطه خالص. تعالى واحنا واقفين هنا كده بيقول لي ديزاين يور سيكوال داتابيز، انت ممكن تعمل ديزاين سيكوال داتابيز هنا، وممكن تعمل انستول مايكروسوفت سيكوال سيرفر داتا تولز، بحيث ان انت من جوه هنا يطلع لك المابنج وتقدر تشتغل جي او اي والكاريت. بس دي مش قصتي، القصه كلها ان انا لما بحب اعمل ديزاين من خلال يور سيكوال داتا بيز لازم تعمل حاجه اسمها سيت اب ويندوز ازور فاير وول رول فور ذيس ايه اي بي ادرس. يعني انا هنا بديله بريفج او بديله بيرميشنز او بعمل له الاو علشان يقدر يكونكت معايا على مين؟ على السيرفر. مجرد ما بضغط على اللينك اللي موجود عندي ده بدا يقول لي تحت ذا كرنت اي بي ادرس اللي هو ده دلوقتي بقى موجود ضمن الرول، او مش موجود اسف، ضمن الرول. دو يو وانت تو ابديت ذا فاير وول رولز، عايز تضيف الرولز دي؟ فبقول له ايوه، بالتالي بيبدا يضيف لي الرول. طب انا لو حبيت اشوف الرولز اللي موجوده، تمام، في عندك حاجه زي الكونفيجريشن. كونفيجريشن، لا داشبورد، اسف. في الداشبورد بيحكي لك قصه الداتابيز بتاعتك كلها، تمام، يعني بيقول لك كل الحاجات اللي احنا عملناها. على فكره ادي على سبيل المثال كولكتد او كولكت، انت حالتك اونلاين، اسم السيرفر اللي انت شغال عليه، اسم السيرفر لو انت عايز تشتغل بيه بتقدر تبقى انيبل لحد فيرجن كام. هتلاحظ ان انا عندي هنا كمان مانج الاو ايه اي بي ادرس، تمام. لو انا ضغطت على اللينك ده بيبدا يدخلني ويوريني مجموعه الاي بيهات اللي واخده ابروف، زي مثلا الاي بي اللي هو 165.212.232.1 اخره، تمام. الجزء ده كله معمول له ايه؟ كرنت كلاينت اي بي ادرس. طبعا الاي بي ده يعتبر فيك، يعني انا قلته وهو موجود معاك في الفيديو، بس هو يعتبر ايه؟ يعتبر فيك، مش ريال، لان انا مغير حاجه كده. المهم الاي بي اللي ظهر قدامنا ده المفترض ان هو هيكونكت بيه او هيتصل بيه. يبقى انت لو عايز تزود حاجه تانية ممكن تحط هنا الرول نيم، وتبدا تحط الاي بي، وتبدا تديني اد رول اي بي. لو ضغطت هنا طبعا بيديني واحد تاني اهو زي ما احنا شايفين، وممكن اجي على اي واحد من دول وابدا اعمل له اقصاء. الفكره كلها ان انا بالخطوه دي يا شباب اقدر دلوقتي لما اجي اقول له كونكت، شوف كونكت بقى اللي فاتت طلع لي رساله فيها ايرور، حاليا راح جاي فاتح معايا ويندوز او سيكوال ازور على الاس اس ام اس بتاعي. ببساطه خالص يا شباب انا اقدر من دلوقتي ابدا اتكلم مع داتابيز موجوده على كلاود. يبقى الداتابيز بتاعتي ممكن تكون موجوده على الكلاود. طيب هنسيبه بس يحمل شويه لانه هيعرض كل الحاجات اللي جوه الداتابيز، وهبدا اكريت داتابيز هنا. خلي بالك انت ما بتكريتش داتابيز الفايل بتاعها عندك، الفايل موجود هناك، مفيش مبدا الفايل، ما عندكش ام دي اف وال دي اف والحاجات دي كلها. ظهر معايا السيرفر اهو، هيبدا يعمل لي الاكسباند بتاعه وكل اللي هو موجود داتابيز، والداتابيز اللي موجوده اسمها سمارت اب دي بي، وعندك سكيورتي، اللوج الوحيد اللي موجود فيه سيد، والمانج فاضي، يعني يا دوب انت بتشتغل بس على الداتابيز دي. طيب عندي امكانيه كمان ان اعمل تيبل، ان اعمل فيو، ان اشتغل على البروجرامابيلتي، واعمل بروسيجرز او ستور بروسيجر، واعمل فانكشن وتريجرز، كل الحاجات دي. بس الفكره كلها انا ما عنديش يو اي، بمعنى لو انا جيت هنا وعملت رايت كليك وقلت لك اد تيبل، هيبدا يطلع لي ويذر بس من خلال نيو كويري، يعني اكتب كود، والكود ده لازم تكريت بيه ايه؟ التيبل اللي انت عايزه. هي دي بس الفكره او الاختلاف الوحيد ما بين الاثنين، ان انت هنا بيدي لك كل حاجه من خلال الكود. طبعا اليوزنج هنا يا شباب بيبقى للداتابيز بتاعتي، يعني انا ما عنديش هنا غير حاجتين، يا اما الداتابيز بتاعتي يا اما الماستر. هتقول لي طب وفين الماستر؟ الماستر كانت مع اول كونكت، بمعنى لو انا عملت ديس كونكت كده يا شباب وبدات اكونكت مره ثانيه على نفس السيرفر اس كابيتال ات 1 2 3 4 5 6 وقلت له كونكت، انت ما بيظهرش معاك غير حاجتين، الماستر ومين؟ والداتابيز بتاعتك. طب هتقولي طب والماستر ليه؟ علشان لو عايز تكريت داتابيز ثانيه على نفس السيرفر، يعني انا بمجرد ما بقف هنا كده، تمام، واجي اقف في مكان السكريبت، لو فتحنا دي كده هو طبعا مكيش ان انا فتحت الكويري ده على النقطه. طيب تعالى بسرعه كده اعمل له
عايز بس اوريها لك اس اد 1 2 3 4 5 6. هنقول له كونكت. ممكن اعمل ريمبر ريمبر باسورد، بس انا نسيت بسرعه. ماشي مش مشكله. هي الفكره بتاعت ماستر حاجه مهمه جدا. طب افرض ان انا عملت داتابيز، هيبقى في سينكرونايز ما بين الاس اس ام اس وما بين هناك. واضح ان انا كتبت الباسورد غلط، نتاكد منه. اس كابيتال هات 1 2 3 4 5 6 ريمبر باسورد علشان ما ينساهوش. كونكت فتحه. يعني انا لو كريت دلوقتي داتابيز ثانيه، في داتابيز اسمها سمارت اب دي بي، صح؟ لو انا جيت عملت نيو كويري، وانا واقف على النيو كويري بدأ يقول لي ماستر، شايف ماستر هنا؟ وعلى فكره لو فتحتها هي ما فيش غير ماستر والداتابيز بتاعتك. طب ماستر ليه؟ احنا اتفقنا ان انا ممكن اكريت داتابيز على الكلاود. طب ازاي ممكن اكريتها وانا واقف جوه داتابيز ثانيه؟ فمديني الماستر دي عشان اقدر اكريت. يعني انا لو قلت له دلوقتي كرييت داتا، داتابيز هنسميها مثلا سمارت تو اب معايا، وجيت هنا قلت له جو، وجيت هنا عملت اكسكيوت. انا شغال هنا زي ما بنقول كده اندر او على السوفت وير بتاعي، بيبدا يعمل اكسكيوت. يمكن انت حاسس ان في ديلاي شويه في حته الاكسكيوتنج، علشان حاجه بسيطه جدا، انت بتعمل الحاجه دي على الكلاود. هيطلع لي الريزلت في الاخر ويقول لي ان الداتابيز بتاعك سكسيدد، ولما اروح ريفرش للاكونت بتاعي هلاحظ وجود داتابيز اتعمل لها سينكرونايز وبقت موجوده فوق. يعني انا لو رجعت دلوقتي باك كده ما عنديش هنا اي داتابيز، صح؟ طيب الاستيل انا عندي حاجه اسمها سمارت اب دي بي. طيب لو رجعنا تاني كده قال لي سكسيد دو، صح؟ تمام، يبقى الكود ده اتنفذ. نرجع تاني للكلاود بتاعنا ونفتح الاستاذ ده، او ممكن اهي ظهرت معايا مجرد بس ما الصفحه عملت ريفرش قال لي سمارت تو اب، ودي حالتها اونلاين. يعني انا كريت من تحت، الكلاود عندي فوق. هاجي تاني بقى نخش اقول له هيوز. طبعا لما نفتح دي كده انا بقى ظهر عندي سمارت 2 ومين. بمجرد ان انا اختار سمارت اب دي بي خلاص، ما انا اسف، خلاص انت بقيت على دي. شغلك بقى يبقى من خلال الكود. طبعا هو بيقول لي دلوقتي الداتا بيز سمارت اب دوت اكسبتبل ملهاش بريميشن. لا، المفروض ان لها بريميشن، وفتحه هو كان بس ايه مهيس معاه شويه. طيب هاجي هنا كرييت تيبل، خلي بالك بقى هقول له كرييت تيبل. يبقى انا كل شغلي هنا من خلال ايه؟ كود. ما عنديش جي يو اي اللي ممكن اكرييت بيه الدنيا. هقول له كرييت تيبل هنسميه ستودنت، وتعالى ندي له اي دي. الاي دي نوعه انت، اي دي نوعه انت برايمري كي، واي ايدنتيتي 1.1 يعني بانكريمنت بواحد. عندي كمان النيم، وده هيكون ان فور شور 50. وعندي الكلاس، وده هيكون ان فور شور 25. وكده خلاص كفايه، تمام. وهبدا اقول له جو، تعالى هنا نيكسكيوت الدنيا. اتعمل التيبل، هاجي هنا وانسرت انتو التيبل اللي اسمه ستودنت ديت فاليوز واحد. خلاص الايدنتيتي هيشتغل. طيب سيد اسف سنجل كوتيشن كلاس ايه، وفي عندي تعالى نخليها كده عشان تبقى شايفها، وفي عندي تامر كلاس ايه برضو. ريتاج
كلاس بي أسامة كلاس بي. بس انا كده خلصت الجملة بتاعي. تعالى نعمل اكسكيوت. قال لي فور رو افكتد. طب يا ريت تعمل لي سيلكت اول فروم ستودنتس اكسكيوت، فجاب لي الداتا بتاعت الناس بتوعي موجودة قدامي. طيب يعني الداتا دي بقت موجودة فعليا جوه التيبل ده. طيب لو انا حابب اني افتح الداتا ديت، خلاص الداتا دي بعت على الكلاود جوه الداتا بيز اللي اسمها هاب. عايز اعمل ابلكيشن، اعمل انسرت وابديت والكلام ده من خلاله. طيب ما نفتح فيجوال ستوديو بالمره عشان ابقى خلصت التوبيك ده كله على بعضه. طبعا في حاجات ادفانس كتير هنبدا نتكلم عليها وبالذات في شغل السيرفيس، بس انا بس بفتح القصه كلها وبلم. طبعا احنا هنا سي شارب سيكوال ومعانا كمان داتا اكسس، فانت ملاحظ ان الكورس في اخره بيبدا يجمع كل الدنيا. ويندوز ابلكيشن هنسميه داتا بيز او سيكوال ازور ديمو، تمام. هيبقى على الديسكتوب وهنقول اوكي. هبدأ أرسم الفورمة بتاعي بسرعة. اهي بس في البروبرتي عايزة تطلع في السنتر، والمينيمايز والماكسمايز بوكس ما يكونوش شغالين. هبدأ أحط الكنترول بتاعي. أنا عايز بوتوم هيبقى شو، وبوتوم سيف، وداتا جريد فيو هعرض عليها الدنيا ديت اول حاجه، وتكست بوكس واحد وتكست بوكس اتنين، ده علشان الكلاس وده علشان النيم. ممكن نحط اتنين ليبل بسرعه. عشان تبقى فيه دلاله للابلكيشن بتاعنا. خلصنا الكنترول، تعالى نظبط البروبرتي. اول حاجه الليبل الاولاني هيبقى نيم، الليبل التاني كلاس، تمام. وهبدا هنا اعمل حاجه اسمها انسيرت او اد، وهخلي ده شو، وتعالى نبرمج. طبعا اهم حاجه عندي الكونفيجريشن صح، او اني اعمل كونكشن سترينج بتاعي مظبوط صح تمام. بس الكلام ده هجيبه ازاي؟ في حاجة بسيطة جدا. نرجع تاني للداتابيز بتاعنا. لو انا ضغطت عليها كده يا شباب بدأت تفتح الداتابيز. بص تحت كده بيقول لي view sql database connection string for ado.net او odbc او php او gdbc، يعني كل الحالات بتاعك سواء شغال اوراكل، شغال اتش بي، شغال دوت نت، بالشكل اللي انت عايزه. مجرد ما ضغطت عليها بدا يجيب لي الكونكشن سترنج بتاعي اهو. طبعا انا ببساطه خالص ممكن اخد كوبي من الكونكشن سترنج ده. طبعا هو بيديني الاو ذا ايه، ذا كونكشن ان فاير وول رول. انا خلاص عملت له الاو، بياكد بس عليا المعلومه ديت. هبدا اعمل مينيمايز وابدا اخش جوه الكود بتاعي. طبعا انا هنا مش هحطها في الاب كونفج، انت تقدر تحطها في الاب كونفج. خلينا نحطها في الاب كونفج يوزنج. هبدا بقى كودنج يوزنج سيستم دوت داتا دوت اس كيو ال كلاينت. يا ريت لو الحاجات دي مش واضحه بالنسبه لك روح بسرعه اتفرج على جزء الداتا اكسس، تمام. هبدا اخش على الاب كونفج وهبدا في غلطه هتحصل وانا هسيبها عشان تظهر لك. عندي حاجه اسمها الكونكشن string. هبدا اعمل add للكونكشن string بتاعي. النيم هيكون ايه، الكونكشن string نفسه هيكون ايه، البروفايدر نيم هيكون ايه. تعال نظبط دول بسرعه.
الكونكشن سترنج هيبقى اسمه ماي كون، الكونكشن سترنج بتاعي بيست، راح جاي منزل لي كل الكونكشن سترنج بتاعنا. الغلطه هتبقى في تي سي بي يا شباب، عشان ابقى عارفها لازم دي تبقى تتشال. هنسيبها ونشوف الايرور هيطلع ازاي عشان نهندله. عندي سيستم دوت داتا دوت اس كيو ال كلاينت، وما تنساش الاس كابيتال، الدي كابيتال، الاس والسي بتاعت سيكوال كلاينت كابيتال. كده انا عملت البروفايدر، هحفظ الكلام ده. تمام، هبدأ ارجع بسرعة علشان انادي على مكتبة اسمها سيستم دوت كونفيجوريشن، دي اللي اقدر اجيب من خلالها، بس لازم اعمل لها ريفرنس الاول. فهاجي هنا اد ريفرنس، ومن الفريم ورك هختار فوق حرف سي سيستم دوت كونفيجوريشن زي ما انت شايف كده. اوكي كده تمام. هبدأ اجي هنا واعمل سترينج اس بيساوي كونفيجوريشن مانجر دوت كونكشن سترينجز. انا عايز السترنج الكونكشن سترينج اللي اسمه ماي كون، في اللي الكلام ده دوت كونكشن سترينج. هنزل في زرار الشو لان هو ده الاهم، وهاجي اقول له يوزنج ل اس كيو ال كونكشن كون ايكوال نيو كونكشن على اس، ده الكونكشن سترينج سلمته له. طيب جوه هبدا اقول له يا سي او ان دوت اوبن، فتحت الاتصال، انا كده شغال كونكت مود. تمام، هبدا اقول له اس كيو ال كوماند اللي هو سي ام دي ايكوال نيو كوماند. هدي الكوماند باني اقول له سيلكت اول فروم ستودنتس على الكون ده او على الاتصال ده. طبعا مش لازم انا اقول له سي ام دي التايب بتاعك نوع ايه، لان التايب ديفولت تكست. طيب هبدا اقول له اس كيو ال داتا ريدر اللي هو دي ار ايكوال نيو، اسف، سي ام دي دوت اكسكيوت ريدر. وهبدا اقول له داتا تيبل اللي هي دي تي دي تي ايكوال نيو داتا تيبل، بعمل كائن الداتا تيبل عشان افل فيه. فابدا اقول له يا دي تي دوت اللود، هتلود من الدي ار. بعد كده داتا جريد فيو 1 دوت داتا سورس ايكوال دي تي. بكده يبقى انا عملت شغل الدنيا ديت. تعالى هنا نعمل اكسكيوت، وتعالى نعمل ران نشوف الغلطة بتاعنا فين. تعالى نعمل شو، سمع لي الايرور عند الاوبن للكونكشن اهو، وبدأ يقول لي ان اللوج من خلال سيد فيل. طبعا الرسالة مبهمة مش مفهوم ايه اللي حصل. طيب تعالى نوقف، نرجع للاب كونفج، نشيل بس الكولون بتي سي بي، ونبدأ نعمل سيف، نقفل الكلام ده ونرن تاني. شو، لا لسه برضك. طيب خلينا دي حاجة تانية، خلينا نرجع علشان دي مهمة برضك، علشان اسف، نرجع تاني بسرعة، مهمة جدا النقطة دي. هو هنا لما اداني اليوزر نيم راح جاي كاتب لي مكانها اكتب الباسورد، اكتب يور اندر سكور باسورد هير، لان هو مش هيحط لك الكلام والباسورد تبقى علنا كده قدامك، لان ممكن حد يبقى قاعد جنبك. هنا بقى هحط الباسورد اس كابيتال ات 1 2 3 4 5 6. كده انا حطيت الباسورد، انا رجعت ايه، هرجع تي سي بي كولون زي ما كانت، وحطيت بس الباسورد لانه كان معطل. تعالى نعمل ران، شو بدأ يطلع معايا مين الداتا اهي. تمام، طيب لو انا شلتها، يعني انا لو جيت هنا كده ورحت شايل الكولون تي سي بي، وجيت هنا عملت سيف وقلت له
يلا الرن وشو، ما عنديش اي مشكلة. هي كانت المشكلة الاساسية فكرة ان انا احط الباسورد. طب في حاجة تانية، يبقى شيل تي سي بي كولون لانه هيشتغل على طول. عايز اعمل اد بسرعة عشان نبقى خلصنا الفيديو كامل. هاخد كوبي من نفس الكلام ده، هغير بس الاستاذ وهخليه insert into التيبل اسمه student. الفاليوز هتبقى نفتح قوس add n كوما add c الكولون. انا اشتغلت بالبارامتر، فهضطر ان انا هنزل تحت واقول له يا سي ام دي دوت بارامترز دوت اد، ممكن ويز فاليو على طول، وابدا اقول له انت عندك حاجه اسمها ات الان، هتبقى جايه من تكست بوكس 1 دوت مين دوت التكست، شكرا. ويا سي ام دي دوت بارامترز دوت اد ويز فاليو للاد سي، هتيجي من تكست بوكس 2 دوت التكست. تعالى نقفل هنا بقى، هشيل الكلام ده خالص وهبدأ اقول له انت رو ايكوال سي ام دي دوت اكسكيوت نون كويري، وهاجي هنا واقول له اف ان رو اكبر من زيرو، يبقى في الحالة دي مسج بوكس سيفنج. طبعا المفروض ان انا افضي التكستات، يعني اجي على تكست بوكس 2 دوت تكست بيساوي فاضي، واجي تكست بوكس 1 دوت تكست بيساوي فاضي. كده كمان الكود ده خلص. تعالى نعمل run. هكتب هنا سيد حواس كلاس دي، وجيت هنا قلت اد اهو، هو نفذ بس ما دخلش بالشرط، لان فعلا الشرط معكوس، انا اسف. هو المفروض اكبر من زيرو، انا عاملها اقل من، تمام، اكبر من ايه؟ من زيرو. هو بالفعل حفظ، يعني انا لو عملت ران دلوقتي وجيت اشوف هتلاقي سيد حواس موجود ضمن الايه؟ السكوب بتاعنا. او تاني لو انا قلت له مثلا هدى وكلاس اي، وجيت انا قلت له اد، فبعت لي رساله اد ومسح، لو عملت شو ادي هدى ظهر. بكده يبقى انا خلصت معاك مثال كامل على سيكوال سيرفر، وعرفنا ازاي بعمل الداتابيز. طبعا انا ممكن ابابلش داتابيز، ممكن دي نبقى نعملها في فيديو تاني، يعني اني اكريت الداتابيز جوه سيكوال سيرفر وبعدين ابدا اعمل لها بابلشنج، تمام. فانا هسيف كل السكريبتات اللي انا عملتها بحيث ان هي كلها تبقى مع الفيديو. لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك، ويا ريت تعمل سبسكرايب، وخليك ايجابي ما توقفش المعلومه عندك. شير في الخير. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جاي مع ويندوز ازور اند ويب سيرفيس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.